السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كاملين مع البي جي بي اتريبيوت، وحندخل بالاتريبيوت الثاني اللي هو الويت. الويت زي ما نحن شرحناه من قبل له شوية خصائص، زي انه هو سيسكو بريباراتوري او سيسكو اتريبيوت، خاصه بس بروترات سيسكو. الديفولت تبعه بصفر، الهايست ات ذا بيست او higher weight is better. و تعال نشوف صفاته. بتقدر تختار ما بين 0 ل 65,553 وين الويت. اوكي، و بسموه هو اتس locally significant. فعلا هو بيضلوا بقلب الراوتر اللي نعمل عليه، لانه سيسكو اتريبيوت. ممكن يكون عندك الراوتر المقابل له مثلا يكون هواوي، فهو ما راح يفهم الويت. وكمان الجمله اللي ما بنحبها اللي فورس انكمينج ابديتس تو سيلكت بيست باث فور اوت جوينج ترافيك. وضحنا هي عكس الاوتونومس سيستم. الاوتونومس سيستم قلنا فورس اوت جوينج ابديت تو سيلكت بيست باث فور انكمينج ترافيك، هاي عكسها، وحشرحها هلا كمان على اللاب ليش عكسها وكيف وشو مقصود فيها. هاي الخصائص الويتك بالسريع. وطبعا زي اذا بنرجع بس سلايد واحد، كنا مرتبين بهاي الطريقة. الويت هو رقم واحد. الويت لما يدخل بمقارنة مع اي حدا هو لازم يكسب. فبالتالي حنشوف كيف الويت بتطبق بطريقتين، وخلينا نفوت على اللاب تبعنا نكمل عليه. طيب اللاب الماضي لما رحنا على R6 شو عملنا؟ غيرنا autonomous system path list للطريق اللي فوق اللي هو كان اصلا بالديفولت مختاره براوتر اربعات، وكبرنا له autonomous system اللي هو عم بمشي عليهم. فقلنا له انه هذا هو الاوتونومس سيستم الباث، فعملنا له بريبند زي ما انتم متذكرين. فعم يجي اختار هو الطريق الثاني اللي بمرق براوتر سبعات، اللي هو على اساس انه بمرق بثلاثة اوتونومس سيستم 4 و2 و1 اللي هو الطبيعي تبعه. طيب بما انه الويت هو قلنا اقوى اتريبيوت بالنسبة طبعا اكيد لسيسكو، لان سيسكو بروبريتوري ملكية حصرية لسيسكو. ف شو رأيكم نرجع نخلي الويت نحطه على شبكة الأربعات، وخليه يختار الطريق اللي فوق مع انه هو معموله بريبند، يعني نحن ضحكين عليه وقالوا لا الطريق اللي فوق اتنوم السيستم كبير. فحنظبط له الويت انه هو يكسب، وحتشوفوا كيف حياخد الطريق اللي فوق. بس تعال نشرح شغلي بالويت. عندنا الابديت كيف راح تيجي. نحن عم نحكي بالشبكة 177 زي ما قلنا. الابديت بتيجي هيك، بتروح على من R2 لR4 ومن R4 لR6. طيب بما انه الويت هو سيسكو بروبريتوري، فهو لازم يتطبق على الراوتر اللي جاي انكامينج. يعني ما بينفع يتطبق على راوتر 4 زي ما عملنا بالاتونومي سيستم باث ليست، لازم يتطبق على R6. وهاي ترجمة، خلينا نقول اذا هاي ترجمة، اذا حطيت انا الويت، انا عم بقول له مثلا الويت هون هو الديفولت تبعه بصفر. فمثلا اذا قلت له الويت هون تبعك 70، هون 70، وبالتالي هاي صفر بعد الديفولت، وهذا الطريق صفر. فلما هو يشوف الأربعين الابديت وهو جاي من هون، فهيختار الطريق الأربعين. يعني احنا هون زودنا له كفة الميزان تبعته، قلنا له تقل لي اياها، لانه قلنا highest is the best. فكل ما زودته كل ما هو الطريق اللي هيكسب. ومثل ما قلنا كل ديفولت صفر، فاكيد لو حطيناه ب70 او ب40 او ب50 او ب100 ب200 فهو اللي هيكسب. بس ما فيني اطبق الويت لشبكة 177 على R4. ليش؟ أنا إذا طبقت على R4
بدي احكي اقول له اياها هي باتجاه الاوت. اذا حطيتها بروت ماب حقول له هي باتجاه الاوت. الويت هلا بس افرجيك اياه بالكوماند ما عنده غير ان، ما بتلاقي غير عنده ان. هو بالعاده باللوكال بالاوتونومس سيستم باث ليست لما عملت لي كويستشن مارك وانا عم بحطها قام قال لي ان ولا اوت طبيعي، فانا قلت له اوت. يعني كان باللوكال بريفرنس عفوا بالاوتونومس سيستم باث ليست كان طالع الابديت من هون، قلنا له بالنسبه للاوت سايد فالويت ما عنده غير ان، فلازم اطبقها على راوتر 6 وهذا بياكد انه هو لوكالي سيجنيفيكانت، ما راح يطلع الابديت من برا، يعني الويت ما راح يطلع. بس اي انكمينج انا عم بقول له خلي لي اياها بهاي الكفه. خلينا بس نطبقها على السريع. طبعا هي بتطبق بشكلين، شكل مش كويس وشكل كويس، يعني كله حسب النيد. يعني نحن هلا عم نحكي بشبكة 2، خلينا نشوف على R6 شو راح نقول له. هنقول له config t، ندخل بقلب الراوتر، كان اخدوم السيستم 3 على ما اتذكر. اوكي طيب راوتر BGP الابديت جاي من اي نيبر؟ راوتر 4، يعني 4. فيني اقول له هون نيبر ويت راح تقول يا 70. انا براوتر 6 تمام. قلنا دو كلير اي بي بي ستار، ده بما يشد حلو ويعمل نيبر سيب ويكون البي جي بي تابل مره ثانيه. نوضح فكره هون، لما قلنا force incoming updates to select best path for outgoing traffic، شو كان معناها هاي الجملة؟ هاي الجملة معناتها أنا I'm forcing، أنا عم بجبر إنه incoming اللي جاي، incoming update اللي جاي إنه زي تغير لي اتجاه outgoing traffic، لانه هو عم بتطبق الويت عم بتطبق عندي على ار 6 نفسه. خلينا نشوف هون شو صار معنا. اذا قلت له دو شو اي بي بي جي بي، بعده دو شو، لا عملها دو شو اي بي بي جي بي عفوا. اوكي لو لاحظنا هون انه بالنسبة لشبكة سبعات 177 اعطاني الويت تبعه ب70، كان بصفر غير ليها ب70، فقام صار البيست باث تبعي ماشي من الاربعات اللي هو اصلا الاتونومس سيستم باث لست تبعه كتير كبير اللي غيرناه، بس برضو اختاره لانه الويت لما يدخل بمقارنة مع اي حدا هو اللي راح يكسب ديفينيتلي. ممكن بس حدا يسألني هلا بكمل شرح، بس حدا يسألني طب ليش هاي 32,768 والباقي كلهم كانوا صفار. 32,768 هذا بيعطي ويت للراوتر نفسه هو، يعني أنا براوتر 6 لو بتلاحظ إنه شبكة 188 عندي هون، أنا براوتر 6 هاي الشبكة 188 هون، هاي هو بيمتلكها فبيعطيها ويت كتير عادي لانه هي هاي موثوقية عنده، فهي لما تكون جوا فهي هذا الديفولت نمبر هو بيعطيها اياه. فيك تغيره، اكيد فيك تغيره. هلا صار عندي مشكلة هون، المشكلة لما كتبت الويت بهي الطريقة طبق لي على كل الشبكات اللي جاي منها ابديتس من راوتر 4، يعني شبكة 177 اللي بيعمل لي ابديت عليها راوتر 4 وشبكة ال وين صار عندي 70 هون كمان. اوكي ال 192.168.12.0 كمان عمل لي، هي وين 12.0 هاي اللي هون كمان عمل لي 70، وال 192.168.13.0 اللي هي هاي
ما أعطاني إياها بسبعين. شوفي عندي كمان 24.0 24 يعني بين راوتر 2 و4 يعني فوق يعني سكرنا هاي هاي شبكة 24.168.24 إلى آخره. بس أنا ما هذا اللي بدي إياه، أنا اللي بدي إياه بس كنت ألعب بالطريقة تبعت الشبكة 177. فهي الطريقة اللي أنا عملتها هي خاطئة، لأنه صار أي أبديت جاييني من راوتر 4 أنا حطيت له الكفة تبعته أو عليت الويت ب70 فطبقها على الكل، بينما أنا بس بدي على شبكة 177. فخلينا نعملها بالطريقة الصح، نمسح كل شيء عندنا هون ونروح على نقول له do show run section bgp. طيب خلينا نقول له نو على neighbor 444 wait 70 طيب وخلينا نعملها بطريقة صح. كيف نقول له exit، هنختار access list وأعطيها رقم 10 مثلا وقول له permit 177.177.177.0 wildcard 0.0.0.255 نعمل له root map ونسميه AS wait ما عشان ما نكبر راح نشوفها نسميه wait له permit 10 match IP address 10 set wait ونحط له 70 root map wait permit access list 10 wait 70 تمام find 20 تمام. طيب فهون بروح بقول له neighbor انا بروح مع router bgp 3 neighbor neighbor مين 4 لان الابديت اللي جاي من 4 عليها root map اللي هي اسمها wait. لما اقول له out قال لك wait use as bgp outbound root map set wait not supported. ال out مش supported عشان هيك انا قلت لازم نعمل على الراوتر نفسه ان ال incoming جايته لعنده، فهو بس حيقبل هون ال N. فخليني أقول له باتجاه ال N، هو فعلا باتجاه ال N دو كلير. بس خلينا نشوف IP BGP star. هلا ليش هو باتجاه ال N؟ الأبديت أنا تقلت هذا 70 كفي، الأبديت جاي من R 4 لعند R 6 فهي باتجاه ال N ما بيقبل ال wait ما بيقبل command out. فأنا إذا عملت على R 4 فلازم أنا أعمله أصلا بطريق ال out، بقول له أنت طالع out، فبما إنه ما فيه out فهو لازم نعمل على R على R 6 بالشكل اللي نحن عملناه قبل شوي. خلينا نشوف شو صار عندنا هون اختاره كله رجع اصفار
نسوا ال 32,750 كله رجع صفار، بس اللي فوق الطريق اللي فوق اللي هي لشبكة 177 صارت ويت تبعة ب70 ومختارة valid and best، ومختارة valid and best وماشي بهذا الطريق اللي هو الأربعات، لأن الويت تبعه ب70 زي ما قلنا الويت دخل مقارنة بأي مع أي أتريبيوت هو اللي راح يغلب، طبعا بشرط إنه يكون سيسكو راوتر. الويت طبعا بيشتغل اي بي جي بي واي بي جي بي عادي، يعني حتى لو كان عندنا اي بي جي بي، يعني ما لو رحنا هون عندي هون بالاي بي جي بي لو بدي اغير الويت مثلا تبع الشبكة 192.168.45.0 وبدي اغير بالويت ففيني اطبقها هون، فهون بتكون انت عم بتطبقها لانه اي بي جي بي، حعملها بعدين الاي بي جي بي لانه هي حيدخل مع اتريبيوت تاني فما بدي الخبط الدنيا فمش حطبقها. اتمنى يكون الفيديو بسيط وسريع وما فيه صعوبة، انا شايفه كتير سهل، يعني الاتريبيوت يعني الناس بتخاف منه اتريبيوت، هي بس تفهم الفكرة وتطبق وبعدين بنصير بناخد سيناريوز اوكي، انه كيف نفكر بال بأكثر من اتريبيوت، كيف بدنا نحطه مين نستعمل، يعني ليش نستعمل، لانه في اتريبيوتس في كيسز ما فيك تستعملها. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بفيديو تاني ان شاء الله.